العصر الجليدي بيعتبر من أكتر العصور اللي الناس عارفاها ومتعلقة بيها، وده طبعاً لأسباب مجهولة. لكن اللي الناس ما تعرفوش إن كوكب الأرض مر بحوالي 4 أو 5 عصور جليدية مختلفة. الأرض فجأة بتتملي بالجليد لفترة 100 ألف إلى 500 ألف سنة ويمكن مليون، بعد كده العصر الجليدي بيختفي، وبعد آلاف السنين الأرض بتدخل في عصر جليدي تاني. وفي الفيديو النهاردة هنتكلم عن كذا حاجة، أولهم إزاي الأرض بتدخل في عصر جليدي، ثانيا أبرز كائنات العصر الجليدي من نباتيين ومفترسين وزواحف وطيور، وآخر حاجة هل في عصر جليدي قادم، ولو في هل الإنسان يقدر يتعايش مع الوضع. وده أول فيديو في السلسلة الجديدة في القناة واللي هنتكلم فيها عن عصور الحياة المختلفة. فلو بتحب النوع ده من الفيديوهات ما تنساش تشترك في القناة وتفعل زر الجرس علشان يجيلك إشعار بكل الفيديوهات الجديدة. ومن غير كلام كتير اديني الانترو علشان نخش في الفيديو على طول. ازاي الارض بتدخل في عصر جليدي؟ علشان نعرف نجاوب على السؤال دوت لازم ندرس شوية في علم الفلك، لان دخول الارض في عصر جليدي ده راجع لدوران الارض حوالين الشمس وانحراف دوران الارض حوالين نفسها، بمعنى ان كوكب الارض كل 100 ألف سنة تقريبا محور دورانه حوالين الشمس بيبقى على شكل بيضاوي، وده راجع لجذب الكواكب التانية ليه. لما يتحول المحور لشكل بيضاوي ويوصل كوكب الارض لابعد نقطة ده بيساعد على تكوين الجليد. والنقطة التانية هي انحراف دوران الأرض حوالين نفسه. الأرض لما تنحرف ممكن تقرب للشمس وده بيساعد على ذوبان الجليد، أو تنحرف بعيدا عن الشمس وده بيساعد في تكوين الجليد، والكلام ده بيحصل تقريبا كل 41 ألف سنة. فمع تغير الحاجتين دول خلال آلاف السنين الأرض بتدخل في عصور جليدية وبتطلع منها، وده بيؤدي لظهور كائنات جديدة وانقراض البعض وتكيف البعض الآخر. ولما الأرض بتدخل في عصر جليدي المسافات اللي ما بين القارات بتتحول لجليد، فده كان بيخلي كائنات كتير تنتقل لقارات مختلفة، وده كان سبب رئيسي في تنوع الكائنات في العصر الجليدي. آخر عصر جليدي مر على كوكب الأرض هو البليوستوسين، وده كان من 11700 سنة إلى 2.6 مليون سنة، وده كان أكثر عصر جليدي فيه تنوع كبير جدا في أشكال الحياة. والجزء اللي جاي هنتكلم عن أبرز الكائنات العاشبة اللي كانت عايشة في عصر البليوستوسين. ديبروتودون من أغرب الكائنات اللي عاشت في أستراليا، شكله كان مختلف عن أي كائن عايش في العصر الحالي، وكان بيتميز بحجم كبير، طول جسمه 4 متر ووزنه 2800 كيلو. لكن أغرب الحاجات اللي في الكائن دوت هي حجم الجمجمة المبالغ فيها، وعلى الرغم أنه كان أكبر جرابي عايش على وجه الأرض لكن كان في كائنات نباتية كتير أكبر منه. ولو شايف إن ده كان كائن غريب جدا في الشكل تعال أوريك الكائن التاني، بيلرشست. ده برضو كان كائن جروبي عايش في أستراليا، شكله مدي على خليط ما بين آكل النمل والكسلان العملاق، لكن تصنيف العلماء إنه أقرب للتبير الحالي. والكائن ده كان بيتميز بمخالب قوية وحجم معقول، يعني زي الأحصنة الحالية. وعايزك تاخدها قاعدة عزيز المشاهد، أغلب الكائنات اللي هتظهر في الفيديو دوت هتكون شبه الكائنات اللي في العالم الحالي ما عدا كائنات أستراليا، وده ما كانش شيء غريب لأن قارة أستراليا منعزلة عن باقي القارات، فطبيعي إن أشكال الحياة فيها هتكون مختلفة بشكل كبير. طب إحنا عرفنا إن ديبروتودون أكبر جرابي عاش على وجه الأرض، طب مين ثاني واحد؟ الإجابة هتكون زيجوماتوروس. كان شبه ديبروتودون جدا في الشكل باختلاف بسيط في شكل الأنف والحجم، والكائنات الجروبية ديت كانت بتمثل غذاء أساسي للمفترسات اللي هنتعرف عليها بعد كده في الفيديو. ومش المفترسات بس، ده كمان البني آدمين كانوا بيتغذوا عليها، نظرا إن الكائنات دي بطيئة في الحركة وسلاحها الوحيد هو المخالب. وعلى الرغم إن أحجامهم كانت كبيرة إلا إنها كانت أصغر من فرس النهر ووحيد القرن اللي عايشين في عالمنا. كان في تنوع كبير جدا في أنواع الفيلة في العصر الجليدي، تخيلوا في أمريكا الشمالية بس في 7 فصائل مختلفة، والاختلافات كانت بتبقى في حجم الجسم وطول الأنياب وهل جسمه كان بيحتوي على صوف ولا لا. وطبعا من أشهر الفيلة في العصر الجليدي هو الماموث الصوفي اللي كتير من الناس كانت بتعتبره عملاق جدا، لكن ابن عمه الماموث الكولومبي كان بيتفوق عليه في الحجم. وغير أنواع الماموث المختلفة كان في كمان الماسودون، دي أنواع فيلة كانت شبيهة بالماموث لكن جسمها كان أطول وارتفاعها عن الأرض أقصر من الماموث. ده غير أنواع فيلة الاستيجودونز اللي كانوا بيعيشوا في آسيا وخصوصا في الهند، والأنواع دي من الفيلة كانت شبه جدا الفيل الآسيوي الحالي لكن أنيابه كانت طويلة جدا
لدرجة إنها كانت بتعدي 3 متر، وأغلب الفيلة في العصر الجليدي كانت بتهاجر في قطعان كبيرة، لأن على الرغم من ضخامة الفيلة اللي ممكن بعضهم يصل ل 22 طن، إلا أنها كانت مطمع كبير لكل المفترسين. كمية لحم مهولة، شوف ممكن الإنسان يستخدمه لصنع الملابس، وأنياب كبيرة تستخدم لصنع أسلحة الصيد. فلما يكونوا بيسافروا في قطعان، ده بيقلل كتير من فرص المفترسين للحصول عليهم. وحيد القرن الصوفي واحد من أقوى النباتيين في العصر الجليدي، ضخامة في الحجم، قوة تحمل كبيرة، وسلاح فتاك بيتميز في القرن العملاق. وكان في أكثر من نوع لوحيد القرن، كان في بعضهم بيمتلك قرون عملاقة جدا، لكن عامة وحيد القرن الصوفي مختلفش كتير عن وحيد القرن الحالي. يعني احنا بنتكلم في حجم الجسم والقرون والصوف، لكن بقى الحاجات هي هي. لكن طبعا قتالات الذكور كانت بتبقى أكثر خطورة ووحشية، نظرا إن المنافسين أكبر من المنافسين الحاليين. اتكلمنا كتير عن الكسلان العملاق أو الميجا ثيريوم، وبصراحة هو كان من أكتر الكائنات المميزة في العصر الجليدي، لأن تخيل ده كسلان حجمه ممكن يصل لأربعة طن، فمقارنة بالكسلان الحالي هنجد فرق كبير. وطبعا كان في ناس معتقدة إنه من الفرائس السهلة، لكن حجمه وصلابة المخالب بتاعته كان بيبقى ليها رأي تاني. وبعيدا عن الكسلان العملاق، تعالوا نتكلم شوية عن كائن غريب جدا، الجليبتودون. أول ما تشوف الكائن دوت تفتكر المدرع أو الأرماديلو، وفي الحقيقة حيوان المدرع الحالي ليه قرابة كبيرة بالجليبتودون، لأن الاتنين بيمتلكوا دروع ضخمة للحماية. بس الجليبتودون كان ضخم جدا، تخيلوا وزنه كان بيعدي 8 طن، والدرع الضخم اللي عليه كان من أصعب الحاجات اللي ممكن يواجهها المفترس، لأنه شبه مستحيل اختراقه، ده غير انه كان بيمتلك ديل كويس للدفاع. فزي ما اتكلمنا عن كائنات نباتيه بتمثل غذاء اساسي للمفترسات، برضه بنتكلم عن كائنات نباتيه بتعتبر قويه جدا، وطبعا من اقواهم هو الجليبتودون اللي بالنسبه لي انكيليوسورس العصر الجليدي، لانه بيتميز بدفاع لا يخترق، وكمان الهجوم بتاعه مش بطال، علشان كان في بعض القتالات ما بين الذكور بتتطلب شجاعه وقوه كبيره. وكان في كائنات كتيره جدا مميزه في العصر الجليدي، زي القنادس العملاقة والماكرودينيا اللي بالنسبة لي كان غريب جدا، جسمه شبه اللاما أو الجمل لكن أنفه شبه الزلومة الصغيرة. وكمان عندنا التوكسيدون، الكائن اللي بيمتلك جسم وحيد قرن ورأس فرس نهر، وطبعا كان في جمال وأحصنة وثيران برية. ولو هنتكلم عن كل الكائنات النباتية اللي عاشت في العصر الجليدي، احنا حرفين مش هنخلص، لأن كل الكائنات اللي في العالم الحالي كان في كائن شبيه جدا ليها في العصر الجليدي، أو على الأقل كان ليه صلة واضحة. وبعد ما تعرفنا على أنواع الحيوانات النباتية في العصر الجليدي، تعالوا نتكلم شوية عن مفترسات العصر المذهل ده. الدببة بتعتبر من أخطر الكائنات اللي في عالمنا الحاضر، خصوصا الدببة الثلاثة، لأن الكائنات دي بتتميز بحجم كبير وقوة جسمانية وحواس عالية جدا، بالذات في الشم، ده غير الفك الجبار. فتخيل كل المميزات دي تكون في كائن واحد بس تكون محسنة. وهنا بيجي الدب قصير الوجه، أخطر مفترسات العصر الجليدي، حجمه أكبر من أكبر الدببة الحالية، وفكه كان جبار، والمخالب بتاعته قاتلة، كل كائنات العصر الجليدي بتعمل له حساب، ده حتى الأسد الأمريكي ما كانش بيقدر عليه. وبصراحة معرفش إزاي الدب قصير الوجه ما ظهرش في أفلام آيس إيج، لأن وجوده بصراحة كان هيفرق. اللي معرفش الأسد الأمريكي أحب أقوله إن ده أقوى أنواع القطط الكبيرة في التاريخ، أقوى من كل فصائل الأسود والنمور سواء المنقرضين أو الحاليين. والعصر الجليدي كان فيه تنوع كبير من حيث أنواع القطط الكبيرة، يعني عندك النمور سيفية الأسنان إلا على رأسهم السميلادون بأنواع الثلاثة، والداينوفيلس وميجانتيرين وزينوس مايلس، كل دول أنواع مختلفة من القطط سيفية الأسنان، وكلهم بيتميزوا بنفس الاستراتيجية في القتال، وهي غرز أسنانهم في المناطق اللينة في الفريسة، والنزيف المستمر هيكمل باقي الشغل. ده غير ان انت عندك الجاجوار العملاق، وده نفس الجاجوار الحالي لكن على اكبر، ونفس الكلام بالنسبة للشيتا العملاقة، نفس شكل الشيتا الحالية لكن على اكبر. بالنسبة لأسود الكهوف اللي كانت بتعيش في العصر الجليدي، فناس كتير شايفة ان اسد الكهوف الاوروبي هو الاسد الامريكي، وناس تانية شايفة ان هما فصيلتين مختلفين، بس انا من وجهة نظري بعتبرهم فصيلة واحدة، لان الاختلافات ما بينهم ضئيلة جدا. وبخلاف القطط الكبيرة، كان برضو في انواع من الضباع، والانواع دي كانت بتسمى الباكيكروديتا، وده شبه جدا الضبع المرقط الحالي لكن على اكبر. ولما نذكر الضباع مش هينفع ننسى الذئب الرهيب اللي ناس كتير كانت معتبراه اسطوره ومش حقيقي، لكن الذئاب الرهيبه كانت جزء اساسي من العصر الجليدي.
من أقوى المفترسات الجرابية في العصر الجليدي وخصوصا في أستراليا هو تايلا كولو، وده مفترس كان في حجم أسد صغير وكان بيعرف بالأسد الجرابي. وعلى الرغم أنه كان صغير في الحجم لكنه ما كانش سريع جدا، بس كان بيتميز بمخالب حادة وصلبة، والمخالب كانت بتخليه متسلق ماهر جدا. فهو كان بيختار شجرة مدارية يستخبى فيها وبعد كده ينط على الفريسة. المخالب بتساعده على الثبات على ظهر الفريسة، وفكه اللي بالمناسبة قوي جدا كان بيستخدم لإنهاء الضحية. لو سألتك عن أضخم أنواع القرود اللي عاشت على وجه الأرض ممكن تقولي إنسان الغاب أو الغوريلا، لكن الإجابة غير كده، لأن عمنا الجيجانتوبيثيكس كان بيمتلك هيئة زي إنسان الغاب وحجم أكبر من الغوريلا وأكبر بحبة حلوين. كان بيمتلك حواس قوية وجسم عضلي على أعلى مستوى، ده غير الفك والأسنان الصلبة. لكن العلماء احتاروا في الأول هل هو كائن نباتي أم لاحم، لكن توصلوا في الآخر إنه هو ثنائي التغذية زي الحاج داينوبيثيكس كده بالظبط، اللي بيعتبر شبه قرود المندريل أو البابون لكن طبعا على أكبر وأشرس. والكائنات اللي زي جيجانتوبيثيكس وداينوبيثيكس وغيرهم من عائلة الحاج بيثيكس كانوا بيشوفوا الإنسان كوجبة لذيذة وسهلة. وخدوا بالكم، كان في بني آدمين في العصر الجليدي لكن مش قرود متطورة شبه البني آدمين، لأن كتير من الوثائقيات الأجنبية بتقول كده، وده طبعا كلام مش مظبوط. وبكده نكون اتكلمنا عن أبرز مفترسات البليستوسين. تعالوا ننتقل لأبرز الزواحف. الميجيلانيا أكبر زاحف بري عاش على وجه الأرض، شبيهة جدا بتنين كومودو الحالي لكن طبعا على أكبر. طول جسم الميجيلانيا ممكن يصل لسبعة متر والوزن بيتخطى الطن ونص. وسحلية بالحجم ده موجودة في أستراليا كان شيء طبيعي إنها تكون على قمة السلسلة الغذائية. الكائنات الجرابية المتوسطة وحتى الكبيرة في الحجم كانت بتعاني منها جدا بخلاف الثدييات الأخرى وحتى الزواحف الصغيرة وكمان الطيور البرية. كل ده كان ممكن يعتبر غذاء للميجيلانيا. سحلية كبيرة جدا بتمتلك جسم قوي ومخالب حادة وكمان فكها فتاك. ونظرا ان تنين كومودو الحالي بيمتلك سم في فكه، فغالبا الميجيلانيا كانت بتمتلك نفس الصفة. فطبعا هي بتعتبر من أقوى مفترسات أستراليا والعصر الجليدي كله. لما نيجي نتكلم عن تماسيح أستراليا في العصر الجليدي هنلاقي تنوع كبير، لكن من وجهة نظري إن الكونكانا بيعتبر من أقوى وأغرب التماسيح البرية اللي كانت هناك، لأن الكونكانا بيمتلك جسم ورأس تمساح وأطراف شبيهة بأطراف الميجيلانيا، ده غير إنها كانت بتمتلك حجم كبير. الطول كان ممكن يصل لـ8 متر أو أقل، لأن بصراحة مفيش حفرية كاملة وجدت للكونكانا فالمعلومة دي مش أكيدة. والوزن حوالي 200 كيلو، لكن حتى لو ما كانتش أكبر الزواحف في وقتها ده ما يمنعش إنها كانت خطيرة جدا. وطبعا العصر الجليدي كان فيه زواحف كتير مختلفة، ومن أخطرها ثعابين أستراليا وتماسيح أفريقيا وأنواع تانية كتير، لكن إحنا هنكتفي بدول وهنتكلم عن أبرز الطيور في العصر الجليدي. من الكائنات المميزة جدا في قارة أستراليا هي الطيور الغير طائرة اللي زي النعام الحالي، لكن طبعا طيور أستراليا كانت أكبر وأقوى. طيور كانت بتمتلك طول بيصل لـ3 متر وسرعة كبيرة جدا، وده راجع للأرجل الصلبة الطويلة، ده غير الفك الغريب في الشكل. وعلشان هو غريب في بعض الأبحاث بتقول إنها كائنات مفترسة، وبعض الأبحاث التانية بتقول إنها نباتية. والطيور دي كانت بتمتلك مجال رؤية كبير بسبب موقع عينيها في الجمجمة. وأظن لو الكائنات دي كانت مفترسة غالبا هتتغذى على الثدييات الصغيرة أو الحشرات، ولو كانت بتلعب دور الفريسة فأحب أقول لكم إنها تبقى فريسة صعبة جدا. نسيبنا من الطيور الغير طائرة وتعالوا نتكلم عن أكبر الطيور اللي خلقت في السماء. الطيور دي كانت أكبر بمرتين من أكبر الطيور الجارحة دلوقتي، مفترسات كانت بترعب أي مخلوق على الأرض، كائنات كانت بتسكن العلالي بتمتلك نظر ثاقب، واللي عينيها كانت بتقع عليه كانت بتبقى ليلته سودة. في ثواني كان بيلاقي مخالب زي مخالب النمور نغزت فيه بسرعة اندفاعية عالية، ولو حجم الفريسة كان بيبقى معقول ممكن تبلعه على مرة واحدة. عصر البليستوسين من أفضل العصور بالنسبة لي لأنه قريب جدا من العصر الحالي، لكن كان فيه كائنات كتير أكثر روعة من الكائنات الحالية. ضخامة هتلاقي، خطورة هتلاقي، كائنات غريبة هتلاقي. عصري كان فيه ماني ودييجو وسيد، يبقى مش عايز نحبه ازاي. بس السؤال هنا، هل ممكن ان الأرض تدخل في عصر جليدي تاني؟ الإجابة هتكون أيوة. طب هل الإنسان هيقدر يتعايش مع الوضع؟ الإجابة برضو هتكون أيوة، إذا كان هو تعايش وما كانش فيه أسلحة ولا تكنولوجيا في وقتها،
أكيد مع توفر حاجات كتيرة زي ديت هيكون الأمر أسهل بكتير بالنسبة له، وطبعا أكيد هيساعد في انقراض الكائنات اللي هتكون موجودة في وقتها زي ما عمل قبل كده وزي ما بيعمل حاليا، آخرهم طبعا وحيد القرن الأبيض. المهم دي كانت نهاية الفيديو، وأتمنى تكونوا استمتعتوا بوقتكم، ولو فعلا استمتعتم عايزكم توصلوا الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات علشان نستمر في سلسلة عصور الحياة المختلفة. وطبعا لو عجبكم المحتوى زر الاشتراك تحت عايزكم تدشملوه، واخر حاجة فعلوا زر الجرس علشان يجيلكم كل جديد. وبس كده، بشكركم جدا على المشاهدة، كان معاكم جيو، واشوفكم في فيديو جديد. سلام.